قصر الخامس عشر من يناير يشهد انطلاق فعاليات اللقاء الشبابي حول الابتكار وإمكانية تعسيس شركات وطنية لدعم الاقتصاد الوطني. كما شهد فندق هيلتون افتتاح أعمال الدورة التاسية عادية من جمعية الأممية لصندوق التضامن الإفريقي الذي يشارك فيه ممثلون من عدد من الدول الإفريقية. هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية تعلن انطلاق أنشطتها لمكافحة ظاهرة هجرة الجراد الصحراوي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ترأس صباح اليوم وزير الدولة المستشار برئاسة الجمهورية الدكتور نور الدين ديلوا كاسيركوماكوي ممثلا لرئيس الجمهورية ترأس افتتاح أعمال اللقاء الشبابي حول الابتكار الذي نظمته مجموعة الشباب المهندسين المتطوعين في تشاد، وذلك بهدف دراسة إمكانية تعسيس شركات وطنية تساهم في تطوير البلاد. الزميل عبد الله هارون حضر المناسبة وأفاد بالتقرير التالي. الابتكار والشباب وتعسيس الشركات كان هو محور اللقاء التفاكري والإخباري الذي نظمته مجموعة الشباب المهندسين والمتطوعين، ويحدث اللقاء إلى لم وشمل وحدة الشباب التشادي للتباحث سويا والإدلاء بآرائهم وأفكارهم لبناء مستقبل مشرق يرتكز على الشركات الإنمائية والتكنولوجيا والمعلومات. هذا ما أكده رئيس مجموعة الشباب المهندسين والمتطوعين في تشاد حامد خيار عمر ضيف الله. وزير المناجم والتنمية الصناعية والتجارية يوسف عبد صلاح أن هؤلاء الشباب على هذه البادرة النبيلة لتعزيز القطاع الاقتصادي، وأكد أن هذه الفكرة تطابق مع سياسة الحكومة الرامية إلى ترقية قطاع العمل وتحسين مستقبل مشرق للشباب. سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد رحبت هي الأخرى بهذه البادرة، مؤكدة دعم ومساندة الولايات المتحدة على هؤلاء الشباب الطموح الذي يناقش قضاياه الاجتماعية والاقتصادية للمساهمة في التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقف بجانب الحكومة التشادية لتوفير الوسائل المتاحة للعمل عبر الشركات والمهن الصغيرة. في كلمته الافتتاحية وزير الدولة المستشار برئاسة الجمهورية كاسيركوماكوي ممثل لرئيس الجمهورية أشاد بالبادرة الشبابية النشطة للتفاكر حول ملاعمة البيئة الاستثمارية والتجارية في البلاد، مؤكدا حرص الدولة على تبسيط وتسهيل الإجراءات من أجل تعسيس شركات وطنية وإزالة كافة الأوائق المؤثرة لبدء النشاط التجاري وضمان تحسين البيئة الملائمة لتحيئة المناخ التجاري والاستثماري في البلاد. انطلقت صباح اليوم بفندق هيلتون انطلقت أعمال الدورة التاسعة العادية للجمعية الأممية لصندوق التضامن الإفريقي، هذا وقد كان بحضور ممثلي أكثر من 14 دولة إفريقية. وقد ترأس أعمال الافتتاح وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود بصفته الرئيس الدوري للجمعية. الزميل بحر الدين عبد الشافع الدود ومزيد من التفاصيل. في دورته التاسعة لصندوق التضامن الإفريقي عقدت الجلسة العادية للخبراء والفنيين من ممثلي 14 دولة إفريقية لدراسة الأجندة المطروحة في جدول الأعمال والمتعلقة بالمشاريع الاقتصادية وتطوير المشاريع الزراعية والشركات التجارية والصناعية. وقد أوضح وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود في كلمته الافتتاحية الهدف من دراسة هذه المشاريع التي وضعت لتحسين الحياة الاقتصادية. في أي مشروع في البلد هي تجي تخش وتسهل، يعني عندنا مشاريع مثلا مشينا في البندي ده جبنا مئات من المشاريع، والمشاريع دي وعدد ما قادرين يلقوا قروش، مشكلة القروش ده يمكن يعني بالصعوبة، يعني عند الضمانة حقه بأن صعب، ولا الوقت ده يعني قصير بلين، يعني يمكن بعدين يعمل لنا صعوبات في الشركات، وأن في الحاجات اللي يجوا من البين ده يمكن الصندوق ده يجي ويتدخل ويسهل الأمور وكل المشاريع دي يعني تجي في البلد بالسهولة. الدورة العادية التي شارك فيها شركاء التنمية من الدول المعنية لدراسة المشاريع الاقتصادية التي تعتبر من أولويات الحكومة
فقد عقد وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود والمدير العام لصندوق التضامن الإفريقي أحمد عبد الله ديالو مؤتمرا صحفيا تحدث فيه أهم النقاط المدرجة في جدول الأعمال، كما قدمت الصحافة أسئلة واستفسارات فأجاب عليها الوزير بطريقة مختصرة. ترأست صباح اليوم وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية ليدي بياسيمدا ترأست فعاليات الاجتماع التاسع المشترك لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية. كان ذلك بحضور ممثل برنامج الغذاء العالمي بتشاد وعدد كبير من الخبراء. مزيد من التفاصيل نتابعه في تقرير الزميل عز الدين العميل نصر. الاجتماع التاسع المشترك لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية والثالث عشر للجنة التنفيذية التابعة للهيئة التي تضم 6 دول من بينها تشاد انطلق رسميا اليوم بحضور ممثلين عن الدول الست الأعضاء في الهيئة التي أنشئت في العام 2002 حين استشرى الجراد في دول الساحل الصحراوي. فاتحة كلمات الاجتماع كانت لرئيس هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الذي استعرض في كلمته المنجزات التي حققتها الهيئة منذ إنشائها قبل نحو 16 عاما، خصوصا عندما غزا الجراد المنطقة الصحراوية في العام 2004 والعام 2006 و2011، واستعرض كذلك حالة المنطقة والمساحات التي تمت فيها مكافحة الجراد في العامين الماضيين، ودعا الدول الأعضاء إلى ضرورة احترام التزاماتها حيال الهيئة. أما ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو محمد منصور قال إنه بفضل التعاون ودعم الجهات الدولية وجهود منظمة الأغذية والزراعة فقد نجحت الاستراتيجية الوقائية التي اتبعتها الهيئة في مكافحة وتقليص مخاطر انتشار الجراد الصحراوي بشكل ملحوظ. وتقدم محمد بالتهنئة إلى الدول المنتسبة إلى الهيئة على الإنجازات التي تحققت، لكنه دعا في الآن ذاته إلى الوعي واليقظة لأن من شأن التغير المناخي أن يزيد من صعوبة مكافحة الجراد الصحراوي والآفات المماثلة له. وزيرة الإنتاج الزراعي والمعدات الزراعية عند افتتاحها لأعمال الاجتماع قالت إن تشاد تؤمن بأهمية التعاون الإقليمي بين الدول المنطقة وتقدر الجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الجراد، وقالت إن الحكومة تدعم جهود الهيئة من خلال الدعم المالي واللوجستي وتلتزم بالمساهمات السنوية، واستطردت بأن وزارتها ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي يخلص إليها هذا الاجتماع. هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات الاجتماع حتى 22 من الشهر الجاري. على صعيد آخر التقت وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية ليدي بياسيمدا التقت مع الشركاء الماليين والفنيين، وذلك بهدف الوقوف على جهود الحكومة والتدابير التي اتخذتها في مجال مكافحة دودة الترياقة التي ظهرت مؤخرا في تشاد. خليل حسن صالح وافانا بمزيد من التفاصيل. محاربة دودة ترياقة الحشرة عبر وضع استراتيجية محكمة لوقاية المزارع التشادية من خطر هذه الدودة وإخبار الشركاء الماليين والفنيين بالتدابير التي اتخذتها الحكومة منذ ظهور دودة ترياقة الحشرة في مزارع البلاد هي محاور تناولها هذا اللقاء الذي عددت من خلاله وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية بياسيمدا ليدي عن الضرر الذي ألحقته الحشرة بالمزارع التشادية، داعية الشركاء للوقوف مع الحكومة من أجل حماية المزارع وتوفير الأمن الغذائي للسكان. ممثل منظمة الأغذية والزراعة هو الآخر تحدث عن الأضرار المحلية والإقليمية لظهور هذه الحشرة والجهد الذي تتطلبه الحكومة للحد من انتشارها. وقد شهد اللقاء عرضا تناول أماكن انتشار الدودة والمقترحات التي وضعتها الحكومة لمحاربتها إضافة إلى الاحتياجات والآليات الخاصة بمحاربتها. وختم اللقاء بأسئلة من قبل الشركاء الماليين والفنيين والذي من خلاله أبدى الشركاء نيتهم للوقوف مع الحكومة لإنقاذ الإنتاج الزراعي في تشاد وتوفير الأمن الغذائي لكافة شرائح المجتمع. اختتمت صباح اليوم بفندق سيلساي اختتمت أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها منظمة كير العالمية، وذلك بهدف تدريب وتأهيل أعضاء فريق المنظمة بتشاد. حسن جد عمر حضر المناسبة وفانا بمزيد من التفاصيل. منذ 44 عاما تنشط منظمة كير العالمية في البلاد عبر أنشطتها الخاصة بالمجالات الإنسانية والتنموية. عبر هذه الورشة التدريبية تنمي المنظمة تدريب وتأهيل الكوادر المنتمين إليها والذين قدموا من مختلف أقاليم البلاد بهدف القيام بأنشطة إنسانية تتمثل في دعم الجمعيات القروية والريفية وتدريب أفرادها بأهمية الشروع والتعامل في القروض الصغيرة.
كير انترناشونال وشاد عنينا بدينا بارتناريا حقنا يعني طول كوا السيستم هنام هما دا الميكرو كريدي هنام الاسا بدورو بانستالي دا الفوك الناس البومشو بيقابل الناس القاعدين برا دول دا ينتم تدريب عديل هما ذاتهم بنفسهم يفهموا قبل قبل ما يمشوا يبلغوا شغل دا قدام. النتائج المنتظرة من هذه الورشة لخصها مدير منظمة كير الدولية فرع تشاد بيير فاليكيت تتمثل في إكساب المشاركين خبرات في مجال إدارة القروض الصغيرة ليقوموا بتوعية المستهدفين حول أهمية هذه المشاريع وكيفية البدء فيها. بوجه عام هذه الورشة تعمل على تنمية قدرات فريق منظمة كير العالمية فرع تشاد وشركائها حول استعمال أداة التوعية بأهمية استعمال القروض الصغيرة وبخاصة النساء الريفيات. ترأس صباح اليوم المدير العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلا للوزير ترأس الانطلاقة الرسمية لجمع البيانات وذلك من أجل تحسين الحياة المعيشية في تشاد. كان ذلك بدعم من البنك الدولي. الزميلة روضة حسن وإدارة الزميلة ابتسام موسى عبد الله. بهدف محاربة الفقر في تشاد وتحسين الظروف المعيشية في كافة الأراضي الوطنية بحسب ما تسعى إليه الحكومة وشركائها الممولين، وعلى هذا الأساس جاءت الانطلاقة الرسمية لحملة جمع البيانات للتحقيق الرابع لتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفقر في تشاد الذي نظمه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي وبدعم من البنك العالمي. الكلمة الافتتاحية كانت للمدير العام للمعهد الوطني للإحصاء نور جوكيني نور، والذي أوضح في حديثه بأن هذه الحملة تلبي احتياجات الحكومة وشركائها بغية الوصول إلى النتائج لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ممثل وزير الاقتصاد والتخطيط قال بأن عملية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين تتطلب تحقيقات شاملة كهذه البادرة، مضيفا بأنها تدخل ضمن الأهمية التي توليها الحكومة لتحسين الظروف المعيشية. من جهته ممثل البنك العالمي فرانسوا نونغوبو أكد بأن البنك يدعم تشاد بواسطة المعهد الوطني من أجل تحسين الحياة المعيشية للسكان، كما أن دولة تشاد هي الأولى في الدول الإفريقية أو التي أطلقت هذا التحقيق في الميدان، في إشارة إلى جاهزية البنك للوقوف بجانب الحكومة لتنفيذ مساعيها المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية. التقى الحاكم الجديد لإقليم الشرق الأوسط السيد حسن تراب عقب تنصيبه التقى بالمسؤولين الإداريين والعسكريين وممثلي الأحزاب السياسية ورجال الأعمال بالمنطقة، وذلك بهدف التباحث حول الصعوبات التي تعيق عملية التنمية بالمنطقة. الزميل محمود مسلفيل يوافينا بالتقرير التالي. بعد تعيينه في الأيام القليلة الماضية كحاكم لإقليم الشرق الأوسط، التقى الحاكم حسن تراب بالعديد من المسؤولين الإداريين بالإقليم وممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشيوخ التقليديين وكذا الفاعلين الاقتصاديين، ويهدف اللقاء إلى معرفة سير مختلف الأعمال والأنشطة وكذا الصعوبات التي يعاني منها الإقليم. ففي لقائه الأول التقى الحاكم بالمحافظين ورؤساء المقاطعات وعمد البلديات، وفي هذا اللقاء قدم الحاكم توجيهات للمسؤولين الإداريين أبرزها المحافظة على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب تأمين المناطق الحدودية بالإقليم التي تربط بين البلاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وضمن لقاءاته العملية فقد التقى الحاكم تراب بالمناديب الإقليميين ورؤساء الأقسام المختلفة، حيث استمع لبعض الشروحات من قبل الحضور والتي تمحورت حول الصعوبات التي تعيق سير العمل بالمنطقة كنقص في المعدات اللازمة وانقطاع التيار الكهربائي. وفي نهاية اللقاء أكد الحاكم للحضور بأن كل الشكاوى والمتطلبات التي تقدم بها العمال في القطاعات العامة ستؤخذ بعين الاعتبار من أجل إيجاد حلول ناجعة لكل المشكلات التي تقف عائقا أمام تنمية الإقليم. كما التقى الحاكم أيضا بالفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالإقليم الذين قدموا له صعوبات عدة، منها رفع الضرائب التي تسببت في ارتفاع أسعار البضائع بالأسواق. وأخيرا التقى الحاكم بممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حيث دار اللقاء حول سرقة المواشي والنزاعات القبلية وكذا مشكلة المزارعين والرعاة بالإقليم. وبعد شرح مفصل عن هذه المشكلات طلب الحاكم تراب من الحضور توصيل الرسالة إلى المواطنين بأن يعيشوا في سلام دائم دون حدوث أي حال من الأحوال المأساوية،
وهذا ما تسعى إليه السلطات العليا بالبلاد. شهد مساء أمس مقر تحالف الأصالة شهد انضمام عدد كبير من الشباب إلى تحالف الأصالة، كان ذلك بحضور الرئيس الوطني لتحالف الأصالة الدكتور حسين مسار وأعضاء المكتب التنفيذي. الزميل محمد عثمان بشير حضر المناسبة وأدى لنا التقرير التالي. بعد 5 أعوام مضى من العمل والعطاء المتواصل في خدمة الوطن والمواطنين من قبل التحالف الأصالة للجمعيات المدنية من أجل البناء، لا زالت تتسع دائرتها الشعبية يوما بعد آخر. الجديد في تحالف الأصالة للجمعيات المدنية من أجل البناء هذه المرة هو انضمام الأشرات من الشباب والفتية إلى التحالف من أجل المساهمة في بناء الوطن وخدمة من ينتمون إليها. ضمن الأهداف الأصالة هي خدمة الوطن. المرعى يعني تسعى جاهدا وأيضا وخاصة نحن المثقفات أو الدارسين باللغة العربية سواء اللغة العربية أو الفرنسية نسعى دائما من أجل خدمة الوطن. رئيس تحالف الأصالة للجمعيات المدنية حسين مسار حسين شرح لزملائه الجدد تلك الأهداف التي تسعى إليها الأصالة. تعلمون أن الأصالة هي تهدف إلى يعني خدمة المجتمع وخدمة الوطن، وكذلك هي تسعى إلى يعني توعية المرأة والشباب من أجل خدمة الوطن. القطاعات الرعوية وقطاعات المهنية نحن نتمنى أن تنضم إلى الأصالة لأننا نريد أن نتحد من أجل خدمة البلد. هذا وتأمل الأصالة في تقديم المزيد من أجل المساهمة الفاعلة في بناء الوطن وخدمة المواطنين. أما في ملف التعليم العالي فقد استنفت اليوم الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية والمعاهد العليا، وذلك بعد النداء الذي وجهته بعض نقابات التعليم العالي بشأن استئناف الدراسة. الزميلة زينب أحمد عبدالله قامت بجولة لعدد من المؤسسات التعليمية وعدت التقرير التالي. استؤنفت الدراسة في مختلف كليات والمعاهد الجامعية بن جمينة بعد إضراب دام أكثر من شهر والتي دعت إليها نقابة عمال تشات قسم التعليم العالي. وفي تصريح عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور ديزيري أنه تم الاتفاق مع قيادة نقابة أعضاء هيئة التدريس على تعليق الإضراب والبدء بإجراءات الامتحانات الدراسية للفصل الأول من العام الجامعي الحالي وتعويض الطلب عن المقررات الدراسية التي لم يستكمل منها 50% بحسب اللوائح الجامعية، ودعا أساتذة الجامعة والطلاب إلى سرعة التوجه للدراسة والانضمام في العملية التعليمية واستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية. وبعد استئناف العملية الدراسية وتعليق الإضراب أسرع بعض الطلاب بالتوجه نحو قاعات الدراسة وكلهم أمل في أن يستمر هذا التعليق حتى ينتهي العام الجامعي 2017-2018. عرض يوم أمس المطرب التشادي إرما بي إيسيين عرض ألبومه الجديد وذلك في حفل بهيج. الزميل آدم حسن مكاوي حضر المناسبة وفنى بما يلي. بهذه الأغنية استهل المغني دكتور أرامبي إيتيان حفله الغنائي لإطلاق وعرض ألبومه الغنائي الأول بلهجة الماربا واللغة الفرنسية. ألبوم يحوي في داخله 9 أغنيات مختلفة يتطرق ويعالج فيها المغني القضايا الاجتماعية المعاشة ويدعو إلى التمسك بالخالق وطريقه. إعداد هذا الألبوم قد بدأ منذ العام 2013 فيما بين استديوهات أنجمينا وكوناكري إلى أن رأى النور اليوم في هذا الحفل. المغني إرامبي إيتيان أشار بأن أغانيه تتحدث في الكثير من المواضيع الواقعية مفيدا بأنه أراد أن يسهم في التوجيه ولم يجد غير الغناء كوسيلة للتصحيح والتوجيه على السير في الطريق الصحيح. وأثناء عرض الألبوم قام عدد من القساوسة بمباركة موسيقى إرامبي إيتيان من أجل أن تغير هذه الموسيقى قلوب الكثيرين وترشدهم لاتباع طريق الرب. وبعد ذلك تفاعل الحضور بشراء اسطوانة ألبوم المغني إرامبي إيتيان المتوفرة والجاهزة في اسطوانات سمعية ومرئية. إذن بهذا التقرير من إعداد الزميل آدم حسن مكاي، مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.